Nübüvvet, hakikat arayışında peygamber ışığı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. I have given you enough, please. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyuna Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. فإن هذا البحث على موضوع دور الأنبياء في تنظيم الأمور الدنيوية مهم جدا. لقد شعرت بضرورة تناول هذا الموضوع بشدة لأن كثيرا من المنتقدين والمستشرقين والملحدين يزعمون أن الأنبياء والرسل لم يبعثوا إلا للأمور الدنيوية والخيالية الواهمة. فلا نحتاج إلى أديانهم ولا إلى تعليماتهم التي لا تستوفي متطلبات الحياة في الأصل الراهن. لقد دونت في هذا البحث ما يزيل الشكوك والشبهات التي أثيرت حول دور الأنبياء والرسل، وبينت في أن رسالات الأنبياء والرسل كانت رسالات جامعة شاملة للأمور الدنيوية والأخروية كلها، وأن البشرية لا تزال تتيه في ظلمات الجهل والخرافات ولا تنقذها إلا تعليماتهم. وفي إعداد هذا البحث استفدت من الكتب والسنة، من الكتاب والسنة ومن الكتب العديدة الأخرى، خاصة من رسائل النور للعلامة بديع الزمان سيد النورسي. ويحتوي هذا البحث على عدة مباحث وهي كالتالي: المبحث الأول، معنى النبي والرسول لغة واصطلاحا. المبحث الثاني، أحداث إرسال الأنبياء والرسل. المبحث الثالث، مسؤوليات الأنبياء وأدوارهم. المبحث الرابع، دور الأنبياء في تنظيم الأمور الدنيوية واهتمامهم بها. أما المبحث الأول ففيه معنى الرسول والنبي، وذكرت في هذا المبحث المعاني من المعجمات التي أخذت من المعاجم العربية المختلفة، ويمكن لا حاجة لي أن أقرأ أمامكم هذا المبحث الأول. وهذا المبحث يستغل تقريبا صفحتين ونصف، وأنا أترك لقلة الوقت. المبحث الثاني، أهداف إرسال الأنبياء والرسل. إن الإنسان خلق في أحسن تقويم، ولديه ميول عديدة ورغبات شتى وأهداف يريد تحقيقها، وقد أوتي قوة عقلية لميز الصحيح عن الخطأ والحسن عن السيء، غير أن القوى واللطائف والأحاسيس النفسانية والأنانية والغضب والحقد عند الإنسان واستعمال العقل استعمالا سيئا، فغيرت الإنسان حتى أصبح لم يميز الخبيث من الحسن، ويختار كل ما يشاء من حروب الظلم والعدوان، فيحاول حل قضاياه بالظلم والاعتداء وما الجوع والحال والفقر والمسكن والحروب والمظالم والفوضى والعنف بأنواعه وغيرها من السلبيات التي ظهرت في كثير من المجتمعات البشرية عبر التاريخ إلا انعكاسات هذا الواقع. وللحيلولة دون وقوع هذه السلبيات اقتضت الحاجة اعتبار من أول إنسان على الأرض إلى الإرشاد الإلهي. وبما أن العقل الإنسان محدود ومعرض لكثير من التأثيرات والتوجيهات الخارجية، فيتقاصر ويعجز عن الوصول إلى الصواب، وذلك أن الخالق بإرشاده وهدايته يسون الإنسان من الوقوف الأخطاء لدى بحثه عن الصحيح والترجيح الصواب. فقد قام الأنبياء بوظيفة الإرشاد بأفضل وجه،
هذا ما نراه عندما نتفصح التاريخ. فقد بعثوا لهداية البشرية ولإخراجها من الجور والفساد إلى العدل والاستقامة، فعبدوا في أخطر المنعطفات التاريخية أروع نماذج التحولات الكبرى. هذه التحولات التي تتحقق تحت إرشاد الخالق تتميز عن بقية التحولات بالاستمرارية والفاعلية من حيث قدسية المصدر ورفته. بينما العقل يحاول وحده تقيم المسائل والحوادث ضمن حدود الزمان والمكان فيعجز عن الوصول إلى الحقيقة ولا يبدي كفاءة في تأسيس نمط حياة تليق بالإنسان وتديم كرامته. وبهذا الوضع فالعقل في حاجة لفهم الوحي وإدراكه ولقصر عقل كل فرد عن إدراك الحقيقة، فلابد من مرجع وصاحب إرشاد في أعوج الكمال يشير إلى ذلك. لذلك أنار وسينير الأنبياء والوحي الذي يستاقون منه الدرب الإنسانية على مدى التاريخ إلى يومنا الحاضر. إن الأنبياء والرسل يقومون بهذا الواجب في جميع مناهي الحياة سواء كانت علمية أو تقنية. فإذا بحثنا بدقة نجد أن معجزات الأنبياء ليست خارقة للعادة، بل هي للدلالة على أن الإنسان سوف يحقق في المستقبل التطور والرقي. ونجد أمثلتها في رسائل النور للشيخ سعيد النوسي، فإنه درس هذا الجانب بدقة وبراءة وفسر آيات القرآن الكريم وشرح الأحاديث النبوية من هذا المنظور. يقول: نعم، نفهم من أستاذية القرآن وإشارات درسه أن القرآن بذكره معجزات الأنبياء إنما يدل البشرية على أن نظائر تلك المعجزات سوف تتحقق في المستقبل بالترقي. ويحس الإنسان على ذلك وكأنه يقول له: هيا يعمل وسع لتنجز أمثال هذه المعجزات، فاقطع مثلا مسافة شهرين في يوم واحد كما قطعها سليمان عليه السلام، وعمل على مداواة أشد الأمراض المستعصبة كما داواها عيسى عليه السلام، واستخرج الماء البائس على الحياة من الصخر، وانقذ البشرية من العطش كما فعله موسى عليه السلام بعصاه، وابحث عن المواد التي تقيق الشر الحرق بالنار، وألبسها كما لبس إبراهيم عليه السلام، والتقط أبعد الأصوات واسمعها وشاهد الصور من أقصى الشر من المشرق والمغرب كما فعل ذلك بعض الأنبياء، وألين الحديد كالعجين كما فعل داود عليه السلام، واجعل الحديد كالشمع في يدك ليكون مدارا لجميع الصناعات البشرية كما تستفيدون فوائد جمة من الساعة والسفينة اللتين هما من معجزات سيدنا يوسف ونوح عليهما السلام، فعملوا على محاكاتهما وتقليدهما. فإن رسائل النور للشيخ النوسي تذكرنا الأمثلة العلمية، فقد جاء في كتاب نظرة عابرة عن حياة بديع الزمان سعيد النوسي للشيخ إحسان قاسم الصالحي، وقد جمع فيه المؤلف الرسائل التي تدل على عظمة الخلق. وهكذا تسرد الرسالة ما يستعظمه الإنسان من نتائج الاكتشافات العلمية، وأن حقيرة وصغيرة بل تافهة أمام عظمة مخلوقات الله سبحانه. وأما وظيفة العبودية للإنسان على الأرض، وهو يرى أن ما كان يظنه قبل سنين من الأمور العظيمة والتي يطلق عليها خطأ، معجزات العلم أصبحت من الأمور المألوفة البديهة. المبحث الثالث: مسؤوليات الأنبياء وأدوارهم. يمكن تلخيص مهام الأنبياء والرسل وأدوارهم فيما يلي: الأول،
الأول إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح المودي إلى الكمال الحقيقي، وذلك عن طريق تلقي الوحي وإبلاغ مدركاته خارجة مدركاته المحدودة، والتي لا يتوصل إليها بدون إرشاد الإلهي إلا بعد آلاف سنين وعشرة آلاف من التجارب المختلفة، وتحمل الخسائر الكبيرة، وقد لا يتوصل إليها أبدا. أترك شوي من هنا. الثالث، كونهم قدوة وأسوة للناس، وهم من جنس البشر، فعملهم حجة على النوع البشري، فالمعلم الذي يلتزم بالعمل بما يتوخى تعليمه لتلميذه ويطبق ما يقوله يكون حجة على تلاميذه، وهكذا إنما يبعث عن ما يقوله قابل للتطبيق وليس مجرد فرضية من الفرضيات. فالنبي يطبق تعليم السماء عمليا ولا يكتفي بآرائه الطريق وإبداء النظريات. المبحث الرابع، دور الأنبياء في الأمور الدنيوية واهتمامهم بها. يتضح لكل باحث أن أحكام الشرعية حول الأمور الدنيوية كثيرة، ومنها ما يتعلق بالأمور التجارية والزراعية والاقتصادية والسياسية. ونذكر فيما يلي بعض أدوار النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية. الأول، الزراعة. وقد نجد توجيهات نبوية سديدة واضحة في الزراعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مهتما بأن يزرع أنواعا معينة من النبات، أو يزرع بطريقة ما، أو يسقي المزروعات كذلك، أو يفعل بالنبات شيئا بقصد تكسير إنتاج أو تحسينه أو نحو ذلك. وشويا أترك لقلة الوقت. ثانيا، التجارة. إن معاملة التجارة والاقتصاد لازم لحياة الإنسان والاقتصاد، توقير للحمة الإلهية الكامنة في النعم والإحسان. ينبغي على الإنسان أن يعد ما تقدم له من النعم رحمة إلهية ويعرف قيمتها ضمن الشعور، وهو إدراكه أن إن الكون قد خلق له، وما فيه من المخلوقات قد سخرت لأمره من قبل من قبل خالقه الكريم، وذلك أن الله تعالى قد تكفل برزق العباد، فرزق من شاء وأمسك عن من شاء. والذي يشعر هذا يقتضي عليه أن يعد ما ينال من النعم أنها رحمة إلهية ويعرف قيمتها. وشويا أنا أترك. وقرن الله تعالى ذكر الضاربين في الأرض للتجارة بالمجاهدين في سبيل الله، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وأما في السنة النبوية هناك إرشادات كثيرة، وأترك شيء من لقلة الوقت. وهناك أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة هم الزراع، وأما أهل مكة أهل التجارة. هناك بعض أمثلة هناك مكتوب. ثالثا، الصناعة هي الركيزة الأولى للإنسان، فيحصل فائدة من العمل والإنتاج. فقد أصبح الإنسان اليوم يترقى في مجال الصناعة والعمل، وإلى هذه الصناعة ركزت الشريعة الإسلامية واهتمت بها اهتماما بالغا. وفضيلة الصناعة تظهر بدراسة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أصحابه بالعمل والصناعة واشتغل بنفسه أيضا. والمراد اللفظ بالصناعة، وهي أن تصنع شيئا بمادته بقصد تحويلها إلى شكل ذي أوصاف مختلفة لشكلها الأول، لتكون أنفع، أو يحلل مادة ما إلى حالات أبسط، أو يركب مادة مع مادة بقصد الحصول منهما على مادة جديدة هي أنفع للأصل. رابعا، أنواع أخرى من المكاسب كالرعي الغنم أو العمل للغير بأجرة. خامسا، التدابير التي اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرب، من استعمال المجانيق والسيوف والرماح والسهام، وتربية الخيل للقتال، وحفر الخنادق، وتربية الجيوش وتدريبها.
سادسا التدابير التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة المدنية مدينة من اتخاذ الأولاة والكتاب والحراس والحجاب والسفراء وكذلك على الأعمال والشعارات والمرافق من الطرق والحصل وغيرها. اختفي. إن القرآن الكريم والأحاديث النبوية مملوءة بالتوجيهات الأنبياء في الأمور الدنيوية ما يوضح أنها لم يوصلوا إلا يوصلوا لتعليم الأمور الدينية فحسب بل كانت تعليمهم جامعة وشاملة للنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة وأن الشيخ النورسي قام بإبراز هذا الجانب المهم خلال رسائله القيمة فجزاه الله أحسن الجزاء. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı.